بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم. أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني عشر في درس جديد نتناول فيه درس الحرب العالمية الثانية الجزء الثالث عشر. نبدأ معكم أهداف الدرس لهذا اليوم. في نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادرا على أن أولاً يوضح دور الجبهة السوفيتية في اختراق الدفاع الألماني. ثانياً يذكر الإجراءات التي قام بها الحلفاء لإسقاط ألمانيا. ثالثاً يستنتج الجبهات التي تم من خلالها محاصرة ألمانيا لإجبارها على الاستسلام. افتح معي عزيزي الطالب الكتاب المدرسي صفحة 61. تذكر معي ما تم دراسته في الدروس السابقة. درسنا مراحل الحرب العالمية الثانية. بدأنا في المرحلة الأولى والتي تميزت بتفوق دول المحور بقيادة ألمانيا، حيث حققت فيها ألمانيا انتصارات باهرة على الجبهة الشرقية والغربية وفي الجنوب بفضل أسلوب الحرب الخاطفة، وامتدت في الفترة الزمنية من عام 1939 إلى عام 1941 ميلادية. ثم انتقلنا إلى المرحلة الثانية والتي تميزت بالتوازن بين القوات المتحاربة، حيث توقفت الانتصارات المتوالية لألمانيا مع نجاح الحلفاء في تحقيق بعض المكاسب في بعض الجبهات، وامتدت في الفترة الزمنية من عام 1941 ميلادية إلى عام 1943 ميلادية. ثم بدأنا في الدرس السابق في المرحلة الثالثة والتي تميزت بتفوق الحلفاء، وامتدت في الفترة الزمنية من عام 1943 إلى عام 1945 ميلادية. إذن بدأنا في الدرس السابق بدراسة الحدث الأول من أحداث المرحلة الثالثة من مراحل الحرب العالمية الثانية. أولى هذه الأحداث كان سقوط موسوليني في يوليو عام 1943 ميلادي، حيث نزلت سفن الحلفاء في صقلية ولم يواجهوا أي مقاومة بسبب إنهاك الحرب للإيطاليين، وكان قد تم عزل موسوليني وسجنه. ثم تلا بعد ذلك إعلان الجمهورية في إيطاليا وعقد الحكومة الجديدة هدنة مع الحلفاء. أما عن شروط الهدنة التي دارت بين الحلفاء وإيطاليا فكان نصها كالآتي: أولاً استسلام إيطاليا دون أي شروط. ثانياً توقف القوات البرية الإيطالية عن القتال. ثالثاً تسليم الموانئ والمطارات الإيطالية إلى الحلفاء. فما كان من ألمانيا إلا الإسراع إلى احتلال روما في سبتمبر عام 1943 والسيطرة على شمال ووسط إيطاليا، وبالتالي تمكنت من إنقاذ موسوليني وإخراجه من سجنه. وما كان من الحكومة الجديدة إلا أن تفر إلى المناطق الخاضعة للحلفاء معلنة الحرب على ألمانيا في أكتوبر عام 1943 ميلادية. نبدأ معكم الهدف الأول لدرس اليوم، والذي سنتعرف فيه على الهجوم السوفيتي على الألمان لتحرير أراضيه من الاحتلال الألماني. فهل استطاع فعلاً الجيش السوفيتي اختراق الدفاع الألماني وتحرير كافة أراضيه من هذا الاحتلال؟ لنرى ذلك من خلال الخريطة الآتية. انظر معي إلى الخريطة التي توضح معارك ألمانيا مع الاتحاد السوفيتي. لاحظ السهم باللون الأحمر الذي يمثل مسار تحرك الجيش السوفيتي.
أما السهم باللون الأسود فيمثل مسار تحرك وتراجع الجيش الألماني، وبالتالي يبدو لنا بشكل واضح نجاح الجيش السوفيتي في اختراق الدفاع الألماني. بدأ الجيش السوفيتي في شن أولى هجماته على الألمان في صيف 1943 ميلادية، واستمر هذا الهجوم حتى فصل الشتاء. وكانت نتيجته أولاً نجاح الجيش السوفيتي في اختراق الدفاع الألماني، ثانياً تحرير أراضي السوفيت من الاحتلال الألماني في أبريل عام 1944 ميلادية. إذن نعم، نجح الجيش السوفيتي في تحرير كافة أراضيه من الاحتلال الألماني في أبريل عام 1944 ميلادية. والآن عزيزي الطالب، أجب معي على السؤال الآتي. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: تحررت الأراضي السوفيتية من الاحتلال الألماني عام أولاً 1942 ميلادية، ثانياً 1943 ميلادية، ثالثاً 1944 ميلادية، رابعاً 1945 ميلادية. رجاءً أوقف الفيديو للإجابة على السؤال. أحسنت، الإجابة الصحيحة هي 1944 ميلادية. والآن سنتعرف على الهدف الثاني لدرسنا لهذا اليوم. سنتعرف فيه على الإجراءات التي قام بها الحلفاء لإسقاط ألمانيا. اتجهت الآن أنظار الحلفاء إلى التخطيط لإسقاط ألمانيا، فقاموا بإعداد خطة حربية تضمن لهم إجبار ألمانيا على الاستسلام. هذه الخطة كانت تقوم على الآتي: أولاً، شن هجوم جوي على ألمانيا لإجبارها على الاستسلام. ثانياً، القصف والتدمير لكبرى المدن الصناعية الألمانية وتعطيل معظم المطارات. ثالثاً، الضغط على ألمانيا من أربع جبهات بهدف إجبارها على الاستسلام أو إسقاطها، وسنتعرف عليها أيضاً في هدفنا الثالث. إذن الخطة الحربية التي قامت دول الحلفاء بإعدادها من أجل إسقاط ألمانيا كانت تقوم على شن هجوم جوي على ألمانيا، تدمير المدن الصناعية وتعطيل معظم المطارات، والضغط على ألمانيا من أربعة جبهات. أجب معي عزيزي الطالب على السؤال التالي: عدد الإجراءات التي قام بها الحلفاء لإسقاط ألمانيا. أوقف الفيديو للإجابة على السؤال. يجب أن تكون إجابتك كالتالي: أولاً، شن هجوم جوي على ألمانيا لإجبارها على الاستسلام. ثانياً، تدمير أكبر المدن الصناعية الألمانية وتعطيل معظم المطارات. ثالثاً، الضغط على ألمانيا من أربع جبهات بهدف إجبارها على الاستسلام أو إسقاطها، وسنتعرف عليها في الهدف الثالث. والآن سنتعرف على الهدف الثالث لدرسنا لهذا اليوم. سبق وأن ذكرنا أن أحد بنود الخطة الحربية التي قام بإعدادها الحلفاء لإجبار ألمانيا على الاستسلام هي محاصرتها من أربعة جبهات. سنتعرف الآن على هذه الجبهات. أولى الجبهات التي تم من خلالها محاصرة ألمانيا هي الجبهة الإيطالية. لنتعرف سوياً على ماذا دار في هذه الجبهة. انظر معي إلى الخريطة الآتية. قامت دول الحلفاء بريطانيا وأمريكا بإنزال قواتهم في جنوب إيطاليا، ثم واصلت الزحف نحو الشمال ودخلت روما
في يونيو عام 1944 ميلادية. إذن الجبهة الأولى التي تم من خلالها محاصرة ألمانيا لإسقاطها هي الجبهة الإيطالية. والآن سنتعرف على الجبهة الثانية التي تم من خلالها محاصرة ألمانيا لإجبارها على الاستسلام. هذه الجبهة كانت عن طريق أحداث معركة نورماندي عام 1944 ميلادية. انظر معي إلى الصورة التالية التي تبين حجم قوات الحلفاء المشاركة في المعركة. تعتبر معركة نورماندي أكبر عملية إنزال في التاريخ العسكري التي شنها الحلفاء، فقد شارك فيها عدد كبير من السفن الحربية والطائرات الحربية ومليون جندي من قوات المظلات ومشاة البحرية. والآن انظر معي إلى الخريطة الآتية لتتبع أحداث معركة نورماندي. تم إنزال قوات الحلفاء في ساحل نورماندي الفرنسي على بحر المانش، ثم تقدمت قوات الحلفاء في داخل فرنسا وساعدتهم قوات المقاومة الفرنسية حتى دخلوا إلى باريس، ثم واصلوا واحتلوا كل من بلجيكا وهولندا. إذن كانت نتيجة معركة نورماندي عام 1944 ميلادية تحرير الحلفاء لأوروبا الغربية من سيطرة ألمانيا النازية. أما عن الجبهة الثالثة فقد كانت جبهة البلقان، إذ قام السوفييت بمهاجمة رومانيا ودخلوا بوخارست عاصمة رومانيا، وقد قدم لهم المساندة المارشال تيتو، وهو أحد القادة الذين قادوا المقاومة ضد ألمانيا النازية عندما احتلت بلاده يوغوسلافيا. ثم قامت المجر بتوقيع معاهدة هدنة مع السوفييت في يناير عام 1945 ميلادية، وواصل البريطانيون بالإسراع بإنزال قواتهم في اليونان في أكتوبر عام 1945 ميلادية. إذن الجبهة الثالثة هي جبهة البلقان، والتي ترتب عليها تحرير البلقان عام 1945 ميلادية. آخر الجبهات التي تم من خلالها محاصرة ألمانيا لإجبارها على الاستسلام هي جبهة البلطيق وبولندا. انظر معي إلى الخريطة. قامت القوات السوفيتية بالتقدم في داخل فنلندا واستسلم الفنلنديون، ثم واصلت القوات السوفيتية مهاجمة جمهوريات البلطيق. هل تعلم عزيزي الطالب ما هي جمهوريات البلطيق؟ هي أيضاً تسمى بدول البلطيق وتضم ثلاث دول، هي إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، وتطل جميعها على بحر البلطيق، واستطاع السوفييت استعادة السيطرة عليها. ثم واصل السوفييت مهاجمة بولندا واقتربوا من وارسو عاصمتها. إذن أصبح لدي هناك أربعة جبهات تم من خلالها محاصرة ألمانيا: جبهة البلطيق وبولندا، جبهة البلقان، الجبهة الإيطالية، والجبهة الغربية والتي كانت من خلال أحداث معركة نورماندي. والآن عزيزي الطالب أجب عن السؤال الآتي: اذكر الجبهات الأربعة التي تم من خلالها محاصرة ألمانيا لإسقاطها. أوقف الفيديو للإجابة على السؤال. يجب أن تكون إجابتك كالآتي: أولاً الجبهة الإيطالية، ثانياً معركة نورماندي، ثالثاً جبهة البلقان، رابعاً جبهة البلطيق وبولندا. والآن لنراجع سوياً ما تم دراسته في درسنا لهذا اليوم.
تناولنا الجبهة السوفيتية حيث تم تحرير الأراضي السوفيتية من الاحتلال الألماني في أبريل عام 1944 ميلادية، ثم تناولنا الخطة الحربية التي أعدها الحلفاء لإسقاط ألمانيا، وكانت تقوم على شن هجوم جوي على ألمانيا لإجبارها على الاستسلام، تدمير أكبر المدن الصناعية الألمانية وتعطيل معظم المطارات، الضغط على ألمانيا من 4 جبهات بهدف إسقاطها. أما عن الجبهات الأربعة التي تم فيها محاصرة ألمانيا لإجبارها على الاستسلام فكانت كالتالي: أولاً الجبهة الإيطالية حيث تم الإنزال فيها جنوب إيطاليا ودخول روما، وبالتالي سقطت إيطاليا في يونيو عام 1944 ميلادية. ثانياً معركة نورماندي وتم الإنزال فيها في ساحل نورماندي على بحر المانش، وتم فيها تحرير أوروبا الغربية، فرنسا وبلجيكا وهولندا، وكان ذلك في عام 1944 ميلادية. أما الجبهة الثالثة فكانت جبهة البلقان، وقام بها السوفييت وتم فيها تحرير البلقان في يناير عام 1945 ميلادية. أما عن الجبهة الرابعة فكانت جبهة البلطيق وبولندا، وقد قام بها السوفييت في كل من فنلندا وجمهوريات البلطيق وبولندا. في الختام عزيزي الطالب، أجب معي على السؤال التالي: رتب على الخط الزمني أحداث المرحلة الثالثة للحرب العالمية الثانية حسب التسلسل الزمني الصحيح. إليك هذه الأحداث: أولاً تحرير الأراضي السوفيتية، ثانياً تحرير البلقان، ثالثاً سقوط إيطاليا. إليك الخط الزمني: أبريل 1944، يونيو 1944، يناير 1945. أوقف الفيديو للإجابة على السؤال. نعم، في أبريل عام 1944 تم تحرير الأراضي السوفيتية. أما في يونيو عام 1944 سقطت إيطاليا. في يناير 1945 تم تحرير البلقان. لا ننسى أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. نشكر لكم حسن استماعكم ونراكم في دروس لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.